الغاز الطبيعي في كردستان تقع في مناطق ذات نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. وكما شاهدنا السيد رئيس حكومة أقليم كردستان حاول بأن يعقد بروتوكولات أو فهمات مع الدول الأقليمية أو الدول الغربية بالغاز لهم، لكن تم رفض هذه المحاولة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، أو أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه لم نقبل تصدير أي ثروة طبيعية وخاصة الغاز إلى الدول الأقليمية والدول الأخرى بدون علم والتفاهم والرجوع إلى المركز، لأن هناك تم تصدير النفط بدون الرجوع إلى حكومة المركز. حاليا نرى بأنه هذا النفط تهدر أو تباع بأقل من الأسعار العالمية، لأنه نحن ليس دولة وهناك غير شفافية بواردات النفط. نحن مع أن نقدرها حتى مثلا القوى الاقتصادية في أقليم كردستان، لكن نحن نرى بأنه أفضل ودستوريا وقانونيا أن تكون بالتفاهم وبموافقة مع حكومة المركز، فلا تهدر مثل ما هدرت الثروة النفطية. إلى قائمة تتزايد يوم بعد اليوم وأصبر بحق مثل ما يقول كسر العظم. لا، ليس هناك أي تفاهمات بيننا، بل هناك مع شديد الأسف تشتيت وانتقامات ليس بيننا وبين حزب الديمقراطي الكردستاني، بل بين جميع الأحزاب الكردية. أستطيع أقول ليس هناك حزبين متفاهمين في كردستان فيما بينهم، تشتت وانقسامات والتناحر بين جميع الأحزاب الكردية المشاركة بالحكومة والمعارضة وغير المعارضة. مع شديد الأسف هناك تصعيد فيما بينهم، خاصة تصعيد إعلامي وتصعيد سياسي. هذا لا يخدم المصلحة العامة للشعب العراقي والشعب العراقي في كردستان، لكن السبب الرئيسي هو تعود إلى خلافاتنا مع حزب الديمقراطي الكردستاني بسبب ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية.